خلينا نشوف في هذا الفيديو توقعات برج الجدي. أول شيء خلينا نشوف طاقتك والإشي اللي عم بتركز عليه أو الأمور اللي عم بتركز عليها أكتر هاي الفترة، عم تشغل تفكيرك، طاقتك كيف عم بتكون؟ عم تتخذ قرارات كتير يا برج الجدي في هاي الفترة، وعم تتسرع جدا في القرارات، بدك تغير الواقع يعني بشكل زي ما بيقولوا غصبا عن الدنيا. فعم بشوفك عم بتحاول تصنع قرارات تغير حياتك، تغير شخصيتك، تغير حتى الأشخاص اللي حواليك، بدك تعمل تغيير كامل وشامل حواليك. فطاقتك رايحة على هذا الموضوع هاي الفترة. خلينا نشوف برج الجدي في الفترة هاي كيف عم بيكون الورق. إن شاء الله يكون الورق إيجابي. كان عندك سفر بتوقع بداية السنة، كان في عندك مؤامرات، كان في عندك شغلات كتير، كان عندك مشاكل عاطفية. إن شاء الله الورق يكون إيجابي وخالي من هاي الأمور. بس السفر كان من مصلحتك لبعض الجدي، يعني لبعض مواليد الجدي اللي سافروا، وأنا بعرف ناس كتير جدي يعني سافروا وكان السفر خير لإلهم، يعني انبسطوا في هاي الخطوة. هذا الكرت تقريبا طلع لي بكل الأبراج. أوه. هذا على فكرة يعني ورقتك انت، برجك انت يا جدي، في الطاقات اكتريتها الواضحة، في عندك دلو، في عندك الجدي نفس برجك، يمكن عم تتعامل مع شخص اخر من نفس البرج، في حوت، في طاقات ترابية عم بتبين، طاقات هوائية أكثر شيء، نارية أسوأ إشي يعني، ما بعرف كيف. خلص خلينا نحكي بعدين إن شاء الله. راح يكون في عندك، قلنا كان في عندك مؤامرة بالفترة الماضية، وأنا شفت يعني بالأشهر الماضية عن جد كان في عندك مؤامرات عم تحاك ضدك يا برج الجدي، ولكن عم بتعود إلك الحق شوي شوي، عم بتستعيد قوتك شوي شوي، في انتصارات بطيئة صحيح، ولكن عندك انتصارات على هدول الأشخاص، عندك تعويضات في أماكن أخرى. شايف سفر بامتياز، سفر يعني عم بتفكر بسفر بشكل جدي للي لسه ما سافر من برج الجدي عم بفكر، وفعلا هاي الفترة عم بتكون في فرصة حلوة للسفر. شايفة في عندك ادكشن معين، يمكن في عندك ادمان معين، ممكن ادمان على حب شخص، ممكن ادمان من اي نوع، عم بتحاول تنهي هاي الفترة، وممكن يكون طاقة سلبية اللي هي سحر حسد عين ممكن تكون موجودة عندك. فعم بشوفك يعني لسه ما بلشت يمكن انه تستشفي منها، او لسه ما جابت النتيجة المرادة، المراد تبعك لسه ما حصلت عليه. شايفة في مشروع جديد مكتوب له النجاح، حب جديد مكتوب له النجاح، او رجوع حب قديم بشكل جديد برضه مكتوب له النجاح. في عندك اكثر من نجاح هاي الفترة، عن يعني على اكثر من صعيد، على اكثر من ناحية. شايفة وفرة مالية كبيرة جدا، وسعادة عاطفية، يعني وفرة من الناحيتين، من الناحية العاطفية ومن الناحية المادية. شايفة الأزواج من أبراج برج الجدي من بعد انفصال أو من بعد برود، من بعد عم بيرجعوا لبعض، حتى الأحبة يعني مو شرط كمان بس المتزوجين. عم بشوف الشريك يعني كان في أمور بينك وبينه تدعو للخوف، أو تدعو شوي، كان الشخص المقابل كان عم يستغلك نوعا ما، عم بيحاول إنه
يستنزفك وما يقدم شيء للعلاقة. يعني أنت كنت تقدم كثير، الطرف الثاني ما عم يقدم كان كثير، لكن عم تنعكس الأمور. شايفة شايفيته هذا الشخص شوي يعني مش ملعب، يعني في عنده شوية حركات، عشان هيك أنت عم بتكون شوي حزين حتى مع الرجوع، حتى مع تطور مع إنك بتحبه كتير وهو بحبك كتير، لكن هاي الأمور فيه لا إرادية. هو يعني هو طبعه هيك، مش عم بيختلق الأمور، أو هو لا إراديا هذا طبعه. هذا الشخص عم بتكون عنده علاقات، عم بتكون عنده القراءات. طبعا ممكن تكون عكسية العاطفية، لما نحكي عن العاطفة عم بشوفك بتترك مكان، اما مسكن بتروح لمسكن جديد او عمل جديد. شايف هذا الموضوع رح يتم على نجاح؟ شايفة عندك بعض الطاقات السلبية او بعض الاشخاص اللي كانوا قلت لك كانوا عم بيحيكوا، خلينا نقول عم بيحكوا من وراك، عم بيحيكوا مؤامرات ضدك، شايفة في لهم نهاية قريبة جدا؟ شايفة روحانياتك عم بتزيد مع الوقت، أو عم بتحاول تنمي روحانياتك في هاي الفترة، وهذا أفضل إشي بالنسبة إلك لحتى تتخلص من هاي الطاقات السلبية أو من هدول الأشخاص. خلينا نفتح أكثر على العاطفة. هون كمان بينت الطاقات السلبية، في طرف ثالث عم بيحاول يعمل طاقات سلبية لإلكم بالنسبة للعلاقة العاطفية. برضو الكرت الثاني نفس الشيء، أحيانا عم بتحسوا حالكم حزينين بلا سبب نتيجة هاي الطاقات اللي قلنا عليها. في طاقة ثلاثية عم تتلاشى مع الوقت، عم بيكون عندك استشفاء، وعم بتكون بكامل حيويتك على نهاية هاي الفترة. واحد منكم عم بيقدم اعتذار، عم بيقدم تنازلات، عم بيقدم شغلة جدا رائعة للآخر. القراءات ممكن تكون عكسية، عشان هيك أنا بقول يا أنت يا هو. عم يحصل عليك من بعد ما فقدك، وعم تحصل عليه من بعد ما فقدك. هذا الشخص رح يقدم لك أكثر من شغلة، أكثر من إثبات، أكثر من دليل إنه هو تغير هذا الشخص. وعم بشوف في أمنية كبيرة حلوة من ناحية خلينا نقول العاطفة رح تتحقق، إما عودة حبيب، إما زواج من هذا الشخص، إما شخص جديد، إما يعني في أمنية عندك على الصعيد العاطفي رح تتحقق. شايفة في وفرة مالية رح تلحق هذا الارتباط، أو رح يكون عند الشريك وفرة، ما أنت وجهك رح يكون حلو عليه. خلينا نقول بشكل عام شايفت لك الأمور العاطفية كتير حلوة. طيب في عنا تحذيرات أو شيء معين ممكن نحكي؟ شايفة شوية بعد، يعني روحانياتك عم بتقل هاي الفترة الماضية كانت شوي قليلة، كان اهتمامك يمكن بالعمل أكثر، بالعاطفة أكثر، عم تبعد شوي عن الروحانيات، عن قراءة يمكن القرآن، عن الصلوات، عن أي شيء له علاقة بالروحانيات. فبيقول لك مثل تحذير، لأنه الكرت طلع يعني مقلوب كتحذير، يعني بيقول لك لا ارجع قرب من ربنا، وارجع قدم الصلوات والدعوات وكذا، وارجع كمان استشفي من الأمور اللي قلنا عنها. شوف عقلك الباطن هاي الفترة بشو عم بيكون معلق، بتركيزك أكثر شيء. شوف في تحديات كتير، ولكن كلياتها مثل رح تحاول تلاقي لها حلول، وخاصة في العلاقة العاطفية كلياتها. شوف قديش هي كتيرة الاختلافات بينك وبين الشريك، ممكن اختلافات في اللغة، في الدين، في المكان، ما بعرف، بالأعمار، كل الفروقات شوي شوي رح تتقلص،
وشوي شوي ما راح تشوفها. شوف هي لونها اسود والباك جراوند اسود، ما عم نشوفها اصلا. فعم بتحاول تعمل هذا الاشي. شايفيت لك هون انه الطاقة السلبية عم بتركز اكثر هاي الفترة على الاستشفاء منها، وفعلا عم تتطاير يعني وحدة وحدة. المشاعر السلبية او الطاقات السلبية راح تعمل لها ريليز، هيك راح تطلقها من طاقتك وما راح تكون موجودة في الفترة القادمة، فشي حلو كتير. تركيزك راح يكون. نشوف كمان نصائح. بقول لك صرخ زي الأطفال، يعني خلاص بكفي جمود، بكفي إنه ما تعبر عن مشاعرك. أنت شخص ما بتعبر أبدا عن مشاعرك، بتضلك كاتم جواتك. الظاهر عندك بتحاول من خوفك، مش من خوفك، من عدم أمانك للأشخاص، بتحاول إنه تخبي المشاعر اللي عندك إياها. فبيقول لك لا، بالعكس صرخ، صرخ مع سعادة، علشان هذا الإشي يعني بفيدك أنت أول واحد، بيطلع طاقات سلبية منك. خليك على طبيعتك، ما كتير تعيش دور اللي هو الإنسان القوي كتير والرسمي واللي مش عارف إيش. وهذا إحنا بنعرف برج الجدي يعني كتير بتمسك بقوته، بيحاول يرسم شخصية صارمة جدا قدام الناس وكذا. بيقولك لا، ارجع ارجع عادي، يعني الحياة أسهل من هيك وأحلى من هيك بكتير. فبيقولك ارجع مثل الأطفال. شوف كمان نصيحة لبرج الجدي. أها حلو. بينصحك بانك تعطي اكثر. هو انت فعلا بتعطي من مالك صدقات، ولكن بيقول لك ركز على الصدقات هاي الفتره اكثر، يمكن عشان طاقات سلبيه ويمكن عشان اسباب اخرى. المهم بيقول لك انه واساسا في قوانين الطاقه الكونيه او في قانون الجذب، انت لما تعطي هذا الاشي بيرتد لك باضعاف الاضعاف. فيعني بالعكس الواحد بيعطي وبيتصدق وكذا، واساسا برج الجدي معروف انه بهذا الموضوع بالعطاء. فبس بنصحك بهذا الموضوع حبايبي.